مدحوينها صومالية حسن شيخ محمود ايا لبطة لابو عالم كلية بيكسمي شركي تشينها يا افريكا يضو ايها تنفيع لدى ايكوك عين وفتقي صومالية كتغي ايوهو قايميني حسن شيخ محمود سوين عالم كا لوغا هادل هايو واي نقضين كوا فجعي فريد قليي مدحدي هالكاسي سوغوتي بيه ككلا سعوتي قاردها كالدوين لابدن قضب ايا سي عداها وغرغا ايا فشل كا ايو قول درادة صوفوت ساري حكومة دا حسن شيخ محمود ايا جبكا ويني ووغر سيدي هشيسكي مدحوين بيحي ولقا لي رئيس الوساري ابي احمد وربحنتي ننها ايا نكو اكبارينا محاكا دعاي شركي تشينا وفتي كسعودة صوماليا وحسن شيخ محمود هو قاميني ايا لغو عسومي كورانا يشينها ايا افريكا يسكو دحكيليين كاسي ولوغا ودحد ليي استحقالك ايا وحس لافسيقا اي ودن كان دوني دكو اسكو فافين ايا ايا ودامدا افريكا ليهين كاسي وووشيت كيسوها ان كور لوغا دو خدي وخوصيو برشتي وچندها ايا قرشها اي وطاقين وفتي كصوماليا ايا انكا اهين وحانا اي جيبكا كلاسوا بحين قرشي اانو شركا سلاحين ايا لابا قضب او اي ايقو ستين كواسي او اي كده حركيين دنوهو دا دبلوماسيا ديد يو دونيستا اي حاتن ليهين شركاني ايا وحا قصوغ نار ريس الوساري ابي احمد يو مدح قلي او تربضان او قصو عطاه ودامدا افريكا لنع صوماليانا وحا لتينيها مدحوينها ودن كجبوتي اسماعيل عمر قيلي او يساقونا كقايب قلي كولان كان جاينا كدعاي افريكان كاي ودن كاسي اي يلاني كولان كان قان احسيقاه ايو اسدح قلقا افريكا ايو ودن كان اللوغا ودحد لاي ايا مدحوين حسن شيخ محمود قرشيشي سكوباد وحا وها انو ابي احمد كولا كولمو او سي كفول كفولا اي وغوض حدلان هشيس كاي سافقراد اي او سومالي لان لقالي يدو اي دبلوماسيين تا سوماليا سيقو عان سادين وحكستو او كوقان عيبا رئيس الوساري ابي احمد ان اي كقب الدشان كان نقشاد هشيس كاي سافقراد اي سومالي لان يويتوبيا وحان قرشاهن قري هراد وها اسماعيل عمر كيلي او كتلقل كيسو اها انو كولانسيو حسن شيخ محمود ايو ابي احمد دبلوماسيين تونا وحا اي كتلقلين قرشوه ودي كوباد ايادو اسماعيل عمر قيلي او سي توسا او اتشهي تلابا دي سي اوغوه الرئيسي او اسوغو كينا ايه ابي احمد اي حسن شيخ محمود هسي اشير رئيس الوسارة ها ودن كيتوبيا ايا او قلقل ما يارهم الله يابلي سيدا يلو ورديه هو سيحقوغا لو حقيقيين أبي أحمد أي أشياغي إن صوماليا أي دفيرتاي تعبكي أي دولة إيتوبيا سوغلسي إيادو إيتوبيانكو أي نفيا مال باو صوهورين سيدا أي أمي سيهين مرحلة ديات كايدنا أي كالاسو دباشين أي صوماليا هاتنا نغو سود هاجن هشيس ملتري لغا شاي عدو غيغا أو أه مصر حسن شيخ محمود نوالا حضل يأس أرق توني نغا مدح حينايو ما داما أو قوان صديينو دفيرو تعبكي اي دولة ايتوبيا سوغلي سي صوماليا يدروف ديات كايد اي اان نكالا صوتا بالاني ابي احمد مركي او ديدي دكدي ودن كجبوتي يقرشيه اي وتين وفتيغا صوماليا ايا وحا اي قدا قلين دبلوماسيين تي مغالا دا مقدشا كتيغي وچيت كي لباد اي اي شركة وغا قيب قلين او اها اينا شيغان دولة ايتوبيا اينا اي قون سنين ودن كصوماليا او اي دولان كتاهي من نمدي سي او ذا شركي سي يدو اي ليابين قود هامبا مدح دي شركاسي كسو قيب كشي ما داما او سياسة ايو دبلوماسية تونا عن لوغة حد لين يو او سومالي لان افكو دعانو او قولينا يا وحاي شيغي ما مول كاترسان ودن كسومالي يا انو لقالي رئيس الوساري ابي احمد هشيس ان شرعي اهين كلن كانو اللوغة حد لايه اسلحقالك ايو قناعسيق افريكي ايو ودن كشينا ايا انفريد ايا ياب كسو هاري دمان با مدح دي كسو قيب كشي وحنا سوين لولا يابي ودن كديرسكي ساكا دونا يا اقونسي iyo jindaha ay ka hadleen oo aan ahayn kulankan mid aan loogu talagelin waxana ay hadalkoodii dhameeyeen diblomaasiyiintii Soomaaliya ka socotay Xasan Sheekh Maxamuud Horkacay iyadoo oo dhaban iyo dhafoor ay isku dhigeen madaxdi dhageysanaysay tanina waxa ay noqonaysaa mid ka mid ah guuldarrooyinka waaweyn ee ay Soomaaliya kala kulantay heshiiskii safkarada ee madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi iyo ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed